معانا دلوقتي مستشفى العياط. طيب نروح نشوف آخر الأخبار في مستشفى العياط وبعد كده نرجع لحضراتكم مرة تانية. مشاهدي شبكة تلفزيون النهار، أهلا بكم. نحن الآن متواجدين أمام مستشفى العياط المركزي، ومعنا أحد المصابين الذين أصيبوا في حادث القطار في صباح اليوم. سنتعرف منه على تفاصيل الحادث وماذا رأى في هذا الحادث. أتعرف على اسمك؟ محمود السايق. ألف سلام عليك مبدئيا يا محمود. الله يسلمك يا محمود. محمود قول لي، أنت كنت متوجه راكب القطر منين لفين، وإيه اللي حصل بالتحديد في أول الحادث؟ أنا طبعا راكب القطر من محطة الجيزة هنزل هنا العياط، فجينا عند مزغون عند البليده هنا، اتعمل له تحويله غلط فدخل القطر في الرصيف. بس طب ايه يعني، احكي لي ايه اللي حصل وحاله الناس كانت عامله ازاي وقت هذا الحادث؟ وطبعا في حالات كتيره خطر، وفي ناس مصابه وفي ناس اتوفت. تمام. طيب يعني شكل المصابين بقيتهم ازاي؟ يعني انت ايه اللي شفته وانت يعني، انا شايف ان اصابتك ان شاء الله تقوم بالسلامه، لكن في، انا سامع ان في اصابات تانية كمان حالتها اخطر. ايه اللي حصل وازاي تم التعامل مع الحادث بعد ما حصل؟ هو في ناس اصابات طبعا خطيره جدا، ورجلين وايدين، وفي ناس جالها انهيار عصبي، فطبعا الحمد لله ربنا يستر عليهم. يعني انت كنت في العربيه رقم كام يا محمود؟ رقم 3 اللي هي كان عليها الدور تقع. يعني كان في ناس محشوره ما بين العربيات، يعني احكي لي الموقف بالظبط، ايه اللي انت شفته ساعه ما كان بيتم نقلك للمستشفى هنا؟ وكان في طبعا كان في السواق طبعا كان محشور برضه في بين الكراسي وبين الكرسي اللي هو بتاع السواق وحديد، وكان في واحد بين الجرار والعربيه اللي هي ورا الجرار ده، طبعا كانوا جايبين صواريخ وبتاع بيقطعوا في الحديد عشان يخرجوهم. الاهالي اللي موجودين في المنطقه اللي حوالين مكان الحادث هم اللي تعاملوا مع انقاذ المصابين في البدايه. طبعا ونشكرهم برضو انهم وقفوا معانا برضو وقعدوا يخرجوا في الحالات اللي هي تعبانه والناس الميته. الاسعاف وصل في خلال قد ايه يا محمد؟ في نص ساعه. نص ساعه بعد الحادث كان الاسعاف موجود. تمام. طيب احنا بنتمنى لك الشفاء العاجل يا محمود، والحمد لله على سلامتك، ان شاء الله تقوم بالسلامه. يعني كانت هذه متابعه حيه من امام مستشفى العياط المركزي بعد هذا الحادث الذي وقع في صباح اليوم، ولا زالت التحقيقات جاريه، وسنوفيكم بمزيد من التفاصيل في الفقرات القادمه. عوده مره اخرى للزملاء في الاستوديو.